بسم الله، السلام عليكم. أهلا بكم في الجزء الثاني من المحاضرة. النهاردة هنتكلم عن الفيديو في النتورك، إزاي بنبعت الفيديو، بنشوف النتورك وعملية الستريمينج. طب يعني إيه فيديو؟ الفيديو هو سيكونس أوف إيمجز، يعني هو أصلا الفيديو عبارة عن مجموعة صور متركبة جنب بعض، فبتكون إيه الفيديو. طبعا sequence of images displayed at constant rate، بتتعرض بكونستانت ريت. على سبيل المثال ممكن 24 image في الثانية، ممكن 25 image في الثانية، برضو كل ريت مختلف، يعني constant bit rate للفيديو الواحد. طبعا هي الصورة عبارة عن ايه؟ عبارة عن array of pixels، خدنا الكلام ده قبل كده. كل صورة عبارة أصغر يونت فيها هي البيكسل، والبيكسل دي بتاخد بتبقى represented by bits حسب كل نوع كل صورة. مثلا الباينري ايمج البيكسل دي عبارة عن 1 بت، يا 0 يا 1، يا أبيض أو أسود. لو كانت صورة جري ليفل هتبقى من 8 بتس. لو كانت ار جي بي كل صورة عبارة عن 3 صور، كل صورة ريد جرين بلو، كل صورة عبارة فيها متخزن فيها 8 بت، كل بيكسل في كل نوع متخزن فيه 8 بت، وهكذا. بنسمي في الفيديو الصورة عبارة عن فريم، يعني مثلا الفيديو ممكن يبقى فيه 100 فريم، 1000 فريم، يعني 1000 صورة بيكونوا الحركة اللي موجودة ايه في الفيديو. لازم تحصل عملية كودينج وانا ببعت على الفيديو بتاعي، والا مش هقدر، لان طبعا حجم الفيديو حجمه كبير جدا، ممكن يوصل لجيجا بيتس وهكذا. فعشان ابعت على نتورك محتاج كودينج. كودينج اللي هو عمليه التشفير، ان انا بقلل السايز بتاع الفيديو، ودي حاجه يعني حيويه جدا، عمليه الكودينج في او التشفير في النتورك، مجال النتورك. عندي نوعين من الكودينج، يا اما سبيشال كودينج. سبيشال كودينج انا ممكن بدل ما ابعت كل البيكسلز اللي في الصوره، ابعت اللون بنسمي او البيكسل فاليو، البيكسل فاليو بنسميها البيكسل فاليو او الكالر فاليو. ببعت البيكسل فاليو وعدد القيم اللي ايه، وعدد حدوث او عدد ظهور هذه القيم. يعني مثلا عندي اللون البربل ده او اللون الريد ظهر كم مره، نفس اللون ظهر 100 مره، فانا ببعت لون الريد وجنب الفاليو الثاني 100، وبالتالي عند الديكودنج بقى ايه، يعرف ان القيمه دي اتكررت 100 مره، فبالتالي ايه، يعمل عمليه الديكودنج يعني. وبدل ما ببعت 100 قيمه فببعت قيمتين بس، اللون نفسه وعدد التكرار. ده السبيشال. النوع الثاني بيسموه تيمبورال. والتيمبورال انا ببعت اول فريم وابعت الديفرنس ما بينه بالفريم اللي بعديه. اهو تيمبورال كودينج اكزامبل، انستيد اوف سيندنج كومبليت فريم ات اي بلس 1 سيندنج اونلي ديفرنسز فروم اي، يعني انا ببعت فريم اي وابعت الديفرنس ما بينه وبين الفريم اللي بعده، فبالتالي مش لازم ابعت الكومبليت فريم اي بلس 1، خلاص هو هيجنريت الفريم اي بلس 1 من خلال الديفرنس ده. طبعا انا في الفيديو عندي نوعين، يا اما اعمل انكودنج بكونستانت بيت ريت، يعمل انكودنج فاريبل بيت ريت، يعني اعمل تشفير بطريقه كونستانت يا اما بفاريبل. طبعا انا كل ما بزود التشفير، يعني لو كان الباند ويدث بتاعي كويس فانا بزود التشفير، لو الباند ويدث بتاعي قليل فممكن بقلل في معدل التشفير بتاعي. تمام. طبعا في الانواع الموجوده الفيديوهات اللي بتتبعت، يا اما ام بيج 1 ده البيتريت بتاعه تقريبا، ده يبقى على سي دي روم 1.5 ميجا بت بالسكند، ميجا بت 2 ام بيج 2 من 3 ل 6 ميجا بت بالسكند، ام بيج 4
من 64 كيلو بت بير سكند لحد 12 ميجا بت بير سكند طبعا حسب الانترنت طبعا، وده من اشهر الحاجات اللي ام بي جي 4 ده على الانترنت يعني مشهور جدا. طبعا ال 64 كيلو بت بير سكند اللي هو البيت ريت قليل لحد 12 ميجا بت بير سكند اللي هو البيت ريت ايه عالي يعني. طيب اللي بيحصل وانا بعمل فيديو، انا عايز اعمل فيديو والناس تشوفه على الانترنت لايف، فبعمل حاجه اسمها ستريمينج ستورد فيديو. انا خزنت الفيديو عندي عند السيرفر تمام، عايز الكلاينت يشوفه بطريقه ستريمينج. هنا في تحديين للقصه دي، السيرفر تو كلاينت باندويث، الباندويث اللي اليوزر هيستخدمه وهو بيعرض الفيديو ده. طبعا لو الباندويث قليل هيحصل ديلي كبير، وبالتالي الفيديو هيقطع عندك والكواليتي بتاعته مش هتكون كويسه زي الهاوس في الاكسس نتورك. زي يعني لو انا عندي في كونجيشن مثلا في الليفلز، في كونجيشن في زحمه يعني في النتورك، فهيحصل ديلي كبير فالباندويث هيقل، فدي مشكله يعني. او المشكله الاكبر كمان يحصل لوس للباكت وهي ماشيه في الطريق، يعني في كونجيشن عالي فالباكت اتاخرت فحصل لها لوس مثلا لاي سبب. فطبعا الفريمز لو حصل ليها لوس هيحصل بور فيديو كواليتي، لان الفيديو هيجي لك ناقص فريمز فالكواليتي بتاعه هتكون مش كويسه. الستريمنج فيديو ستورد فيديو هو وانا بخزن الفيديو المفروض ان انا بستوره على السيرفر ببيت ريت ثابت، كونستانت بيت ريت مثلا وليكن 30 فريم في السكند. المفروض انه يعني الحاله الايديال انه يتباعت بنفس الكونستانت بيت ريت ويوصل اليوزر يشوفه بنفس البيت ريت. طبعا ده المطلوب، ده اللي احنا عايزينه يعني، يتخزن ببيت ريت معين، يتعرض ببيت ريت معين واليوزر يشوفه بنفس البيت ريت، ده المطلوب. الستريمينج هي القصه، هي ان يعني ايه ستريمينج؟ ستريمينج الكلاينت بيعمل بلاينج اوت للفيديو لجزء من الفيديو والسيرفر بيبعت الجزء الثاني. يعني الكلاينت مش بيستنى لما الفيديو كله يوصل له الفيديو عشان خاطر ان هو الستريمينج انه بيشوفه لايف، فبيشوف جزء والسيرفر بيبعت الجزء الثاني وايل ان الايه ان اليوزر بيتفرج على الايه على الفيديو. ففي جزء بيتشاف مثلا اليوزر بيتفرج على الدقيقه رقم واحد او اثنين او ثلاثه، واليوزر بيبعت ايه الدقائق الثانيه واليوزر بيتفرج لايف يعني. طبعا في نتورك ديلي موجود. طيب الستريمينج ايه التحديات او المشاكل في القصه دي؟ في قصه ان انا ابعت جزء واليوزر ايه بيتفرج على الجزء اللي هو ايه وصل. طبعا ايه مشكله القصه دي؟ المشكله الاولى الكونتينوس بلاي اوت كونسترين، during client video play out play out timing must match original timing. طبعا واليوزر بيتفرج هو في continuous play out يعني شغال بيتفرج، فلازم التايم يماتش الاوريجينال تايم والا هيحصل انتظار تمام. يعني لو السيرفر هو بيبعت اتاخر، يعني الراجل شغال بيتفرج فحصل في ديلي في الشبكه، فالداتا او الفريمز ما وصلتش لليوزر، فيحصل ان اليوزر هيستنى الجزء اللي لسه ما اتبعتش. طيب ايه حل القصه دي؟ ان يحصل بفر عند الكلاينت، الكلاينت يخزن عنده جزء من الفيديو، في حاله ان السيرفر لسه الداتا او الفريمز ما وصلتش اليوزر او الكلاينت يقرا او ياخد من البفر اللي متخزن عنده، فكده السيرفر يفضل يبعت ويخزن في البفر عند الايه عند الكلاينت، والكلاينت يشوف الفيديو. لو حصل تاخير هيشوف منين؟ هياخد من المتخزن عنده في البفر، وبالتالي مش هيحصل تقطيع في الفيديو لانه هيقرا من البفر اللي متخزن عنده.
التحدي الثاني التشالنج الثاني اللي هو فيه اللي هي حته الكلاينت انتراكتيفيتي. الكلاينت ممكن يوقف، ممكن يرجع، ممكن يسرع، ممكن يقفز لحته قد مستقبليه، الحته دي ممكن كنتش لسه وصلت ولا حتى اتحطت في البفر. تمام، ده التشالنج. فيديو باكيتس مي بي لوست او ريترانسميتد. طبعا المفروض ان البفر يكون فيه جزء كويس كبير عشان خاطر مهما اليوزر يحصل انتراكتيفيتي يكون موجود في البفر. يعني لو مش موجود في البفر هتضطر يحصل ايه ديلي. التحدي الثاني الفيديو باكيتس مي بي لوست او ريترانسميتد، ممكن يحصل لوست للفريم نفسه. طيب في الستريمينج لازم عمليه البفرنج زي ما احنا شايفين كده بتتم ازاي. طبعا زي ما اتفقنا الفيديو بتعمله ريكوردنج بكونستانت بيت ريت زي ما احنا شايفين بيت ريت ثابت، ولكن لما بيجي يبعت عند الكلاينت، الكلاينت احيانا الباندويتس بينه وبين السيرفر بيكون عالي، واحيانا الباندويتس بيكون قليل. في حاله الباندويتس العالي الخط اللي هي الخط المستقيم ده معناه ان الباندويتس عالي، فالكلاينت بيخزن في البفر بصوره اعلى، بيفضل يخزن في البفر. طب النتورك قليله او الباندويتس قليل، فبالتالي هنا قليل، فالكلاينت هيقرا من البفر. تمام، وهكذا. وبالتالي الكلاينت هيقرا كانه بيقرا بكونستانت ايه بتري. موضوع البفرنج ده هيخليه كانه بيقرا بمعدل ثابت مش هيحس باي مشاكل. تمام، يبقى اذا لو الباندويتس بين الكلاينت والسيرفر عالي هيفضل يحصل اللي هو الخط ده فتره تخزين للفيديو. طب الباندويتس قليل، طبعا الايه اليوزر هيقرا من البفر اللي موجود عنده. تمام، الطريقه الثانيه في الاستريمنج وهي دي اللي موجوده تقريبا على الانترنت اللي هي الدايناميك ادابتيف ستريمنج اوفر اتش تي تي، ودي طريقه مور انتليجنت زي الطريقه اللي فاتت. الطريقه دي بتقسم الفيديو لمالتيبل شانكس لاجزاء، كل جزء بتعمله انكودنج بديفرنت ريتس وبتخزنه في فايل بيسموه مانيفست فايل. المانيفست فايل بتدي لكل جزء يو ار ال معين، يعني كل جزء في الفيديو يعني بيقسم الفيديو لاجزاء، كل جزء بيخزنه، كل جزء بيخزنه في مكان معين بيديله يو ار ال معين. يعني ممكن جزء من الفيديو موجود على سيرفر ويكون جزء ثاني موجود على سيرفر ثاني واليو ار ال ثاني، والجزء الثالث موجود على سيرفر ثالث واليو ار ال ثالث، وهكذا. الفايل اللي هو فيه وفيه مانيفست فايل هو فيه اليو ار الز، عناوين التشانكس دي موجوده في فايل اسمه مانيفست فايل. ما هو كل جزء موجود على سيرفر، طب عنوانه فين؟ موجود مانيفست فايل لا من كل العناوين دي. اللي بيحصل ان اليوزر بريودكالي يعني دوريا بيشوف الباندويتس، الكلاينت بيشوف الباندويتس بينه وبين السيرفر. اذا كان الباندويتس كويس ايه اللي بيحصل؟ بيبص على المانيفست فايل بريكويست وان شانك ات تايم، بيبص على ياخد مثلا اول حته من بيشوف اليو ار ال اول جزء ياخده. اذا كان الباندويتس كويس ممكن يزود الكودنج، اليوزر نفسه يطلب انه يحصل كودنج ريت مختلف حسب الباندويتس. يعني ممكن يعمل بباندويتس عالي، يعمل انكودنج باندويتس عالي في حاله الباندويتس بكودنج ريت عالي في حاله الباندويتس كويس. طب الباندويتس شايفه قليل، ممكن اليوزر يطلب ان التشانك دي او اليو ار ال ده او الحته دي تتعامل بكودنج ريت مختلف حسب الباندويتس اللي موجود. وبالتالي الطريقه دي بيسموها انتليجنس، اي انتليجنس ات كلاينت. الكلاينت هو اللي بيحدد امتى يختار الشانك ده، لانه بيبص على المانيفست فايل ويختار الحته اللي هو عايزها تتباع.
ما بيحصلش حته الايه اوفر فلو، ما بتحصلش خالص. تاني حاجه الكلاينت هو اللي بيحدد الانكودنج ريت، هاير كواليتي وين مور باندويث افيلبل، فهو بيطلب كودنج ريت بكواليتي عاليه في حاله الباندويث كويس. طب لو لقى الباندويث قليل فبيطلب انكودنج ريت بكواليتي اقل. الكلاينت هو اللي بيحدد وير تو ريكويست شانك، بيحدد السيرفر المكان كان ريكويست from URL server that is close to client or has high available bandwidth. يعني احنا اتفقنا ان هو كل ممكن الشانك موجوده على سيرفرز مختلفه، فممكن يختار السيرفر اللي قريب منه وياخد منه الجزء ده، فبيحدد وير الايه المكان اللي بياخد منه الايه الجزء بتاع الفايل. وده اللي ما احنا احيانا بنحس قدامه موجود، ممكن اي يوزر يحس بالقصه دي في الانترنت حاليا. انت ممكن وانت بتتفرج على اليوتيوب لو الباندويث بتاعك قليل تشوف الفيديو بكواليتي اقل، ولو فيديو لو الباندويث بتاعك عالي ممكن تشوف الفيديو بكواليتي اعلى، لان هو اليوزر لانه بيشتغل ادابتيف. يعني ايه ادابتيف؟ ان هو بايه كلمه ادابتيف ان في تعديل مستمر للكودي جريد حسب الباندويتس الموجود المتاح. وبالتالي لو فالموضوع في حته الانتليجنس، وزي ما قلت لك انت بتحس بالقصه دي. لو عندك باندويتس قليل انت ممكن تشوف الكواليتي بتاع الفيديو قليل. ليه؟ لان اليوزر حس فطلب ان الكودنج بتاعه يتعمل ببند بكودنج بكودنج ريت مختلف حسب الباندويتس اللي عنده علشان يناسب الباندويتس الموجود. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.